حب مشؤوم أضاء أثينا وشقيقان متصارعان أكمل المهمة لتدخل بذلك اليونان تحت حكم العثمانيين تحت قيادة السلطان محمد الفاتح. فما هي قصة هذا الحب الذي عجل باستسلام اليونان للعثمانيين؟ حيث أن السلطان الفاتح ما أن فتح القسطنطينية حتى صوب عينيه تجاه أوروبا فكانت بلاد اليونان أول بلاد ضمها ثم صربيا ثم البوسنة والهرسك. وعن هذا الموضوع سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفل. كان عمر السلطان محمد الفاتح 23 عاما فقط عندما فتح القسطنطينية سنة 1453 هازما بذلك الإمبراطور البيزنطي الأخير قسطنطين الحادي عشر. ورغم أن فتح القسطنطينية هو أبرز ما عرف به فإن القسطنطينية كانت مجرد بداية في حياة هذا السلطان العسكرية والسياسية حيث أن إنجازاته امتدت بعد ذلك لأوروبا. ولقد كان السلطان محمد الفاتح يواجه حلفا أوروبيا بقيادة البابا كاليكسيت الثالث الذي دعا فيه العديد من دول أوروبا لمحاربة هذا السلطان الشاب ومنعه من التقدم في العمق الأوروبي. وفي ذلك الوقت لم تكن اليونان موحدة فلقد كانت سابقا تحت سيطرة الدولة البيزنطية التي تآكلت مع الوقت وأصبحت فيما بعد مقسمة لمدن ودويلات فيما كانت دولة البندقية تسيطر على أجزاء منها. وبين كل هذه الصراعات داخل اليونان فلقد احتفظت مدينة أثينا بمركز ثقل متميز وكان نيريو أكسيولي حاكم أثينا إلا أنه توفي سنة 1452 وبموته ترك زوجة شابة وطفلا قاصرا على عرش أثينا. وطبعا فلقد كانت زوجته هي الوصية على ابنها وبالتالي فلقد كانت هي التي تحكم أثينا إلا أنها وقعت في غرام شاب إيطالي يدعى بيترو ألميريو والذي كان بدوره رسولا من جمهورية البندقية لمفاوضتها في شؤون التجارة. ولقد تطورت علاقة الحب بينهما ليصل الأمر بدوقة أثينا بأن تعرض عليه الزواج واعدة إياه بأن تجعله دوقا إذا تزوجها. وعلى الرغم من أن بيترو كان متزوجا إلا أنه عاد للبندقية وقتل زوجته بالسم ثم عاد إلى أثينا ليتزوج الدوقة وذلك وفقا لما ذكره الدكتور محمد الرشيدي في كتابه السلطان محمد الفاتح. وطبعا فإن ما فعلته الدوقة أثار حنق الكثيرين فانتهز فرانكو أكسيولي ابن أخو زوجها السابق الفرصة وقلب عليها أهل أثينا وخوفهم من اللاتينيين مروجا لخطر استحواذ هذا الرجل الإيطالي على السلطان وطبعا مخوفا اليونانيين من أن أثينا ستكون تحت سيطرة البندقية. وهكذا أبعد بيترو ألميريو وعهد بالحكم إلى فرانكو. وحتى يثبت أسس حكمه قام فرانكو الحاكم الجديد باعتقال الدوقة ثم قتلها إلا أن هذا الأمر أثار غضب أهل أثينا وانتهز حبيبها وزوجها السابق ألميريو هذه الحالة مرسلا إلى السلطان محمد الفاتح يطلب منه معاقبة فرانكو القاتل. وطبعا فلقد كانت هذه فرصة سانحة للسلطان محمد الفاتح الذي قام بإرسال عمر ابن ترخان على رأس جيش عثماني إلى أثينا. ولقد حاول فرانكو أن يحارب الجيش العثماني إلا أنه ما لبث أن استسلم سريعا سنة 1456 وقبل ما عرضه عليه ترخان وهو أن يذهب بأمواله إلى بلدة صغيرة ويكون أميرا عليها. وبعد ذلك زار السلطان محمد الفاتح أثينا فاستقبله أهلها بحماس كبير حيث مكث فيها الفاتح عدة أسابيع. ومن أكثر الأشياء التي أثارت إعجابه آثارها القديمة ويسجل التاريخ أيضا زيارة أخرى للفاتح إلى أثينا سنة 1460 حيث أن فرانكو استطاع مرة أخرى أن يستولي على المدينة ليأمر محمد الفاتح مرة أخرى بالتخلص منه. وبهذه الطريقة تخلصت أثينا من الفوضى والاضطرابات التي سادت فيها فترة من الزمن. وبعد وفاة نيريو أكسيولي استقرت أثينا وأصبحت جزءا من الدولة العثمانية الممتدة في عمق البلقان. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا التقرير أردنا فيه أن نتحدث عن هذا الحب المشؤوم الذي مكن العثمانيين من السيطرة على اليونان. أتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.